بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما يعيننا على طاعتك، واجعلنا يا رب العالمين ممن يعمل بعلمه ويتقرب بتعلم هذا العلم إليك. فلا شك أن العلم النافع هو ما أوصل إلى الله سبحانه وتعالى وأعان على طاعته ومرضاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نتعلم حجة لنا لا علينا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الدرس 28 من دروس مقرر علوم القرآن الكريم، وسوف ننتقل فيه إلى موضوع آخر من موضوعات علوم القرآن يتعلق بآيات القرآن وسوره. فهذا الدرس سنتحدث فيه عن ترتيب عن آيات القرآن وعن سوره، ثم عن أقسام سور القرآن الكريم. هذا المبحث بعض العلماء يسميه تأليف القرآن، وذلك أن القرآن الكريم لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان ينزل مفرقا، فتنزل السورة أحيانا وينزل أحيانا بعضها وآيات منها، وترتيبه في المصحف والمصاحف الموجودة عندنا ليس كترتيبه في النزول كما هو معلوم. ولذلك تكلم العلماء عما يسمى بتأليف القرآن، يعني ترتيب الآيات وترتيب السور في المصحف الذي نقرأ فيه الآن. فكيف ألف هذا القرآن، أي رتب؟ طبعا القطان رحمه الله ذكر هذا الموضوع المتعلق بآيات القرآن وبسوره تحت مبحث كبير، وهو جمع القرآن وترتيبه. طبعا جمع القرآن وترتيبه يتكلم فيه العلماء عن الجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عن الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عن الجمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم الجمع المتأخر الذي يسمى الجمع الصوتي للقرآن الكريم. كل هذا ليس يعني من ليس عندنا في المقرر، ولكنه موضوع جدير بالعناية. يتعلق بذلك ترتيب آيات القرآن وترتيب السور في القرآن الكريم، فأوردها القطان رحمه الله في مبحث جمع القرآن وترتيبه. إن شاء الله سنتكلم في هذا الموضوع أولا عن آيات القرآن، وسنتكلم عن المسائل التالية: معنى الآية، ثم عدد آيات القرآن، ثم فوائد معرفة الآيات، ثم ترتيب آيات القرآن الكريم، ثم فواصل الآيات أي رؤوس الآيات. نبدأ بما أورده القطان، أو في الموضع الذي ذكره مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن. طبعا هذا موضوع جمع القرآن وترتيبه، جمع القرآن وترتيبه كما ترون أورد فيه جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جمع في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان. هنا ذكر ما يتعلق بترتيب الآيات والسور، ترتيب الآيات والسور، وفي أثناء ذلك تكلم عن السور والآيات. قال رحمه الله: القرآن سور وآيات. هذا معلوم أن القرآن الكريم سور وآيات، يعني متكون من سور، والسور متكونة من آيات. قال: منها القصار والطوال، أي السور منها القصار والطوال، وكذلك الآيات منها القصار والطوال. ثم عرف الآية فقال: هي الجملة من كلام الله المندرجة في سورة من القرآن. ثم عرف السورة بقوله: والسورة هي الجملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع. سنأتي إن شاء الله بعد قليل إلى تعريف السورة في المبحث المتعلق بالسور، لكننا الآن نقف مع الآية، مع آيات القرآن من خلال العناصر التي ذكرتها لكم قبل قليل في العرض، وهي كالتالي: أولا معنى الآية. ما معنى الآية؟ طبعا المؤلف عرف الآية تعريفا مختصرا. لو أردنا التوسع فنقول إن الآية في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فالآية هنا العلامة، هي علامة ملكه. وتأتي الآية بمعنى الدليل، ومنه قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي من دلائل قدرته، وهي قريبة، الدليل والعلامة هنا متقاربة. وبمعنى العبرة، ومنه قوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. طبعا العبرة أيضا. وبمعنى المعجزة، يعني تأتي الآية أيضا بمعنى المعجزة: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي من معجزة واضحة. وكلها على كل حال يمكن أن تدور حول العلامة، لأن الدليل علامة، والدلائل القدرة أيضا علامة، والمعجزة علامة على صدق من أتى بها. أما في الإصطلاح، هي الجملة من كلام الله المندرجة في سورة من القرآن. هذا تعريف
مناع القطع. ويمكن أن يقال في تعريف الآية: جزء من السورة لها مبدأ ونهاية، جزء من السورة لها مبدأ ونهاية، هذا تعريف وذاك تعريف والأمر قريب. وآخرها يسمى فاصلة، وهو الذي سنتكلم عليه إن شاء الله في فواصل الآيات. وقيل في التعريف: لطائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وعما بعدها، وهذا التعريف غير مانع لأن السورة تدخل فيه طائفة من القرآن. لكن لما نقول، طبعا المؤلف يقول هي جملة من كلام الله مندرجة في سورة من القرآن، فتبين طبعا الجملة من كلام الله المندرجة في سورة من القرآن قد تكون جملة ليست آية، ليست آية، فالأولى أن يقال هي جزء من السورة لها مبدأ ونهاية، يمكن أن يختصر على هذا ويمكن أن يضاف إليه ويسمى فاصلة. هناك لا شك مناسبة بين معنى الآية في اللغة ومعناها في الإصطلاح، إن الآية تدل على كلام مستقل منفصل عما قبله وعما بعده، أو يقال بأن الآية القرآنية الكاملة فيها عبرة ودلالة على يعني إعجاز هذا القرآن وعظمة هذا القرآن وعظمة قائل المتكلم بهذا القرآن الكريم. طبعا على القول بأن الآية تكون معجزة لوحدها على هذا القول، وسيأتي إن شاء الله في مبحث إعجاز القرآن القدر المعجز من القرآن الكريم. وبعضهم قال إن الآية يعني الربط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لأنها بانضمامها إلى غيرها تكون معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا معنى الآية في اللغة، الآية العبرة العظة، وفي الاصطلاح هي جزء من السورة لها مبدأ ونهاية، طائفة من كلام الله في سورة من القرآن كما قال المؤلف. المسألة الثانية تتعلق بعدد آيات القرآن، كم عدد آيات القرآن الكريم؟ اتفق العلماء على أن عدد آيات القرآن الكريم، أجمعوا على أن عدد آيات القرآن الكريم 6100 آية، هذا لا إشكال فيه، إن الخلاف فيما زاد. قال الداني أبو عمرو الداني الإمام الكبير: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن 6100 آية، ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من لم يزد، ومنهم من قال 200 آية وأربع آيات، وقيل 14 آية، وقيل 25 آية، وقيل 36 آية. طبعا هذا لا يؤثر في القرآن من حيث الزيادة والنقص، كلهم متفقون على الآيات وأنها في القرآن وبسورها، لكن الإشكال في حد الآيات، يعني سبب الاختلاف في عدد الآيات هو الاختلاف بين القراء في العدد، لا أن بعضهم يزيد وبعضهم ينقص، لا، بعضهم قد يقسم آية فيجعلها آيتين كما في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعضهم يجعلها آية مستقلة، وبعضهم يجعلها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، وبعضهم يجعلها آيتين كلها، أو الحروف المقطعة بعضهم يعدها آية وبعضهم لا يعدها آية، فهذا هو سبب الخلاف، وإلا كلهم مجمعون على القرآن الكريم وأن الآيات كلها موجودة عند جميع القراء، لكن الخلاف فقط في العدد، فلا يعني نظن أن اختلافهم في العدد يعني أن بعضهم عنده زيادة والآخر عنده نقص، لا، كلهم الآيات موجودة عند القراء جميعا، لكن في خلاف في عدد الآيات من حيث مواضع انتهائها، مواضع انتهاء. طيب، هذه مسألة تتعلق بعدد آيات القرآن الكريم، وكل قارئ في الغالب يكون عدد الآيات عنده معروف. هل لمعرفة الآيات فوائد؟ نعم، نقول لمعرفة الآيات وعددها وفواصلها فوائد. أولا معرفة الوقف، لأننا نعلم أن الوقف على رأس الآية على آخر الآية سنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقف عند أواخر الآيات، فمعرفة الوقف حتى نقف عند أواخر الآيات. أنه يعين على صحة الصلاة، فإن الإجماع انعقد على أن الصلاة لا تصح بنصف آية، وقال جمع من العلماء تجزي لآية، وآخرون بثلاث آيات، وآخرون لا بد من سبع، وكذلك اعتبارها في من جهل الفاتحة، طبعا هذا في من جهل الفاتحة، فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات عند من أوجبها، ومنها اعتبارها في الخطبة، فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة عند من أوجب قراءة آية في الفاتحة، فلا بد أن تكون آية كاملة، فمعرفة الآيات تدلنا على ذلك، فلا نقع في المخالفة. إذن هي تعين، طبعا هذه المسائل فيها يعني قول، طبعا أنا أقرأ من كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، وهو من الكتب الجيدة كما ذكرت سابقا. فصحة القراءة في القرآن، معروف أن السنة أن نقرأ الواجب تقرأ الفاتحة، هذا معروف ولا إشكال فيه،
وما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين. ما تيسر من القرآن لا يصلح أن تقطع الآيات، بل تقرأ الآية كاملة. فهذا من فوائد معرفة الآيات. ومن فوائد معرفة الآيات أن الإعجاز لا يقع بأقل من 3 آيات قصار أو آية طويلة تعادلها، فما لم تعرف الآية لا يمكننا أن نقف على القدر المعجز من القرآن. ومن فوائدها اعتبارها في قراءة قيام الليل، ففي أحاديث من قرأ ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ ب50 آية في ليلة كتب من الحافظين، ومن قرأ ب100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ ب200 آية كتب من الفائزين، ومن قرأ ب300 آية كتب له قنطار من الأجر، ومن قرأ ب500 آية و700 و1000 وهكذا. الحديث طبعا ورد في سنن الدارمي برواية متفرقة. فمعرفة الآيات على ثبوت الحديث وأن من قرأ ب10 آيات لم يكتب من الغافلين يعين على معرفة هذا القدر حتى نقرأ به في صلاتنا. لعلنا نقف عند هذا الحد لأن الوقت انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.